اهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقره العاصمه. زي ما متعودين مع حضراتكم ان احنا بننقل كل المشروعات اللي موجوده داخل العاصمه الاداريه الجديده، النهارده هنتكلم ونعرف كل اللي وصل ليه مشروعات شركه جولدن تاون. هنعرف كل المعلومات عن المشروعات النهارده وعن الشركه مع ضيوفنا المهندس رأفت ماهر رئيس مجلس اداره شركه جولدن تاون، وكمان المهندس محمد راشد الرئيس التنفيذي لشركه ام ار بي لاداره المشروعات. مساء الخير. مساء الخير. يعني حضراتكم منورينا النهارده في تعمير، واحنا دايما بنحب نتابع كل المشروعات اللي بتتم داخل العاصمه الاداريه الجديده، والحقيقه يعني احنا شفنا جولدن تاون عندها اكتر من اربع مشروعات يمكن داخل العاصمه الاداريه الجديده. عايزه ابدا مع حضرتك واسالك اشمعنى العاصمه الاداريه الجديده، او ليه النهارده يعني شركه جولدن تاون مهتمه جدا انها تستثمر في العاصمه الاداريه الجديده؟ بس حضرتك احنا هنا كرجل اعمال لما باجي استثمر في العقارات لازم اشوف الدوله طارحه فين. فالحمد لله الدوله مديانا فرصه كبيره ان احنا يعني نختار في المدن الجديده كلها. فالمدن الجديده لقينا في العاصمه الاداريه الجديده الدوله نفسها موجوده بتقل جامد يعني. فالحمد لله احنا اخترنا العاصمه الاداريه من 3 سنين، واحنا النهارده عاملين داخلين على رابع مشروع اهو. الحمد لله عملنا زافورت وكاسكادا ودينيرو، وان شاء الله مشروع اورو يوم 14/5 هنعلن اللونش بتاعه ان شاء الله. يعني احنا النهارده شغالين بالفعل على الارض على 3 مشروعات، وهنعلن كمان طرح مشروع جديد الاسبوع القادم تقريبا ان شاء الله. صح كده؟ اولا الف مبروك. حابين نفكر المشاهدين مره تانية على المشروعات اللي موجوده داخل العاصمه الاداريه لشركه جولدن تاون، لو حضرتك تدينا نبذه صغيره على كل مشروع. احنا بدأنا من 3 سنين خدنا مشروع زافورت، وده كان قدام المونوريل على طول. ده أول مشروع. أيوة، قدام المونوريل ومسجد مصر مباشرة. تاني مشروع كاسكادا، وده كان خلف الأبراج السياحية على طول مباشرة. وتالت مشروع اللي هو دينيرو، وده موجود قدام أمامه ال ار تي، القطار ال ار تي، وقدامه محكمة موجودة، وقدامه مستشفى، وقدامه مدرسة. فاللوكيشن بتاع كل مشروع احنا الحمد لله بنتميز كشركة جولدن تاون في اختيار اللوكيشن بتاعنا بعناية جدا، يعني بياخد معانا وقت جدا، لان انا كشركة جولدن تاون بختار لنفسي وكأني انا العميل. فالحمد لله يعني انا عندي اللوكيشن احنا متفوقين فيه جدا في العاصمة الادارية، في كل مكان لوكيشن اعلى من التاني الحمد لله. المشروعات كلها اداري وتجاري. وفي فندقي. وفي فندقي. طبعا. اداري وتجاري وفندقي. فندقي طبعا. طيب ايه اللي بيميز، يعني باشمهندس محمد لو حضرتك توضح لنا دي، ايه اللي بيميز المشروعات النهارده لشركه جولدن تاون؟ ايه اللي مختلف عن اي مشروع اخر انا النهارده ممكن انزل اتفرج عليه؟ استراتيجيه التطوير. بمعنى ان في مطورين جديد كتير يعني موجودين في العاصمه الاداريه او في كل المشروعات المطروحه من الدوله في جميع المحافظات، ولكن المطور بيفكر ازاي؟ المرحلة الأهم والأطول عمرا هي مرحلة ربط التطوير بالاستثمار. التطوير بيتم سواء تصميم وكونستراكشن مقاولات في خلال 3-4 سنين. المرحلة الأهم وهي دي اللي بيفكر بيها الاستراتيجية لجولدن تاون ومستر رأفت، اختيار المرحلة اللي هي بنقول عليها خدمة ما بعد البيع، اللي هي الخاصة بالاستثمار وهي التشغيل والإدارة، اللي هو الاستثمار الدائم بقى. الاستثمار الدائم هو ده اللي يخص المستثمر ونجاح التطوير. فهو هي دي الاستراتيجيه اللي بيشتغل عليها جولدن تاون بشكل كبير، اختيار الكوادر اللي بتشتغل معاها في المشروع. وهو ده المختلف في السوق، ان حضرتك بتبقي بتدخل استثمار في ضمان كبير من ناحيه الاستثمار. يعني احنا نقدر نقول كمان ان بعد العاصمة الإدارية الجديدة لما اشتغلت، ان فكرة ان شركة التطوير العقاري انها تربط وتهتم جدا بالإدارة اللي من بداية كمان المشروع، دي حاجة مهمة جدا. صح. لازم نبص عليها، وده مفهوم التصميم المعماري اللي بيخدم المرحلة الأطول عمرا، وهي مرحلة الاستثمار اللي بتتلخص في الإدارة والتشغيل ومصاريف الإدارة والتشغيل والحفاظ على عمر المبنى ويكون في أحسن صورة، مستدام، بيتعامل مع البيئة بشكل كويس، عشان كل ده هيأثر في الآخر على مصاريف الإدارة والتشغيل اللي هي تخص المستثمر. لو حضرتك شرحت لنا بالتفصيل أكتر كده وقلت لنا مثلا شركة الإدارة تواجدها في البداية في مشروع لسه هنبدأ ننشئه مثلا،
ايه اللي بيختلف عن ان انا اجيب شركه اداره في اخر تنفيذ المشروع؟ ده سؤال مهم جدا، وهو زي ما قلت لحضرتك هي دي استراتيجيه جولدن تاون ومستر رأفت، ان هو مش جايب شركه اداره او شركه خدمات او شركه صيانه استشاري او شركه وإدارة. تسليم علامات تجاريه زي ما بيعمل معظم المطورين. هي شركه، احنا شركه من اصل ثلاثه في مصر او الشركات المصريه، استشاري اداره وتشغيل، وده مختلف، مفهوم مختلف، سكوب او نطاق اعمال مختلف، لان احنا موجودين مع المصمم المعماري، بنحط العناصر بتاعه الاستثمار والاداره والتشغيل والقدره التشغيليه ماشيه ازاي عشان يبقى عندنا بنوفر من قبل تنفيذ المشروع، بنوفر مشاكل تشغيل بتوصل ل 50%، بنوفر مشاكل في عمليه الاستثمار والتسكين ودخول العلامات التجاريه بتوصل ل 70%، بنوفر تكلفه وطاقه تشغيليه للمول اكيد كبيره طبعا بتوصل ل 50%. وزي ما احنا شايفين التضخم هو اكبر مشكله هتبقى موجوده السنين اللي جايه، فلازم نتعامل معاها بشكل كبير. واولها الطاقه، ولازم نتجه للاستدامه. صحيح. وعشان نعمل الكلام ده لازم نبدا من التصميم. فلو مستر ماهر جاب شركه اداره هتيجي بعد ما المول يكون موجود، وهنا اللي بيحصل الفشل الاداري والفشل الاستثماري. عندنا شركات قادره على انها مصر تعمل ده؟ طبعا، يعني زي ما قلت لحضرتك منهم احنا الحمد لله عضو في المنظمه العالميه لاداره المرافق افما، وعضو في المنظمه المصريه لاداره المرافق اي جي افما الموجوده في مصر، وكمان عضو في الاي سي اس وهو المركز العالمي لاداره سوري للمولات التجاريه، وكمان احنا عضو في المنظمه العالميه للمباني الخضراء والاستدامه ليد. خبره كبيره ما شاء الله. الحمد لله احنا عاملين استشارات لاكثر من مليون متر مربع لاكثر من 100 مشروع، منهم 40 جوه العاصمه الاداريه. وبنحضر مرحله التنفيذ مع المطور عشان زي ما قلنا يبقى الشركه تتخطى عقبات كتيرة في كذا جزء قطاع. يعني بنعمل مرحلة التدقيق والمراجعة للمبنى قبل ما يبقى جاهز للاستلام والتشغيل، ودي مرحلة مهمة جدا. طيب باشمهندس رأفت، أنا عايز أرجع مع حضرتك لنقطة تانية. يمكن احنا اتكلمنا ان احنا النهاردة 4 مشروعات لجولدن تاون في العاصمة الإدارية الجديدة وكمان في داون تاون بالتحديد. حضرتك رؤيتك ايه لقطاع العقاري في العاصمة الإدارية بشكل عام؟ بص حضرتك، احنا اما بنشتري في العاصمه بنحط حاجات تخلي المستثمر يفكر، بفكر بفكر المستثمر. فالعاصمه الاداريه فيها كل المميزات اللي موجوده، يعني انا رايح 43 دوله فعارف يعني ايه الداون تاون بتاعها. ما قبل العاصمه الاداريه ما كانش فيه الداون تاون مخطط. صحيح. اما النهارده لما يكون فيه الداون تاون مخطط وفي سوق ذهب مخصص لمكانه، في مولات نطحات سحاب، في منطقة للتسوق والتنزه، كل ده مكان مش هينفع يتكرر تاني. صحيح. فممكن أعمل كومباوند بعيد، ممكن أعمل مول بعيد، آلاف المولات وآلاف الكومباوندات، ولكن أنا ألاقي 34 وزارة موجودين في مكان واحد ومجلس، نقدر نقول إن دي فرصة. فرصة. فاللي مش هياخد النهاردة مش هيبص لبكرة ويندم عليها. صحيح. بالذات إن في متسهيلات كتيرة عملها الدولة ثم المطورين النهاردة، فأنا برمي كمستثمر فلوسي في مكان أنا ضمنه أن الدولة موجودة بتقل هناك، وده مش هيتكرر تاني ولا هاخده في حتة تانية منين ما اروح. يعني 34 وزارة دول ليهم الناس، يعني المجتمع اللي بيزورهم. صحيح. كل لا احنا بنبني يعني مدينة جديدة، يعني مدينة جديدة من الجيل الرابع. صحيح. وفيها حضرتك انفاق، وعلى فكرة العاصمة يعني من بعد ما سكها الدكتور المهندس خالد عباس وبدأت شكلها الجمالي بدأ يظهر والجمال بتاعها، والعاصمة الإدارية فيها حاجات كتير قوي لسه ما حدش شافها. صحيح. لو الإعلام ده يعني بص عليها شوية، لا العاصمة من المدن الجديدة اللي هي هتبقى عالمية إن شاء الله. احنا دايما على قد ما نقدر بنحاول نظهر ده للمشاهدين وننقل كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة. حابة برضو أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. احنا شفنا جولدن تاون عندها شعار اشتري صح، حضرتك اشرح لنا يعني ايه اشتري صح؟
بص حضرتك، احنا عشان قلبنا مع العميل فانا مش لاقي حاجه انصحه بيها. بتنصح العميل؟ فبنصح العميل بقول له اشتري صح. يعني ايه اشتري صح؟ يعني هو بيبقى، احنا عشان اقول لحضرتك، احنا بايعين عندنا في المشروعات بتاعتنا ما يعادل تقريبا ال 22 دوله. فال 22 دوله دول بيبقوا يسمعوا عن العاصمه. وفي ناس ياما في العاصمه. يعني حضرتك بايع لعملاء من 22 دوله. من 22 دوله. ده حضرتك محقق تصدير العقار. فوق ما تتخيل. الحمد لله. لا الحمد لله، جولدن تاون ثابته نفسها جدا في الداون تاون في العاصمه الاداريه الحمد لله. وده بيخلي ان احنا هيشتري صح. يعني ايه؟ اول حاجه بيبقى هو المستثمر هو مش عارف هيشتري فين. فهل هيقع مع انهي شركه؟ هل الشركه دي ملتزمه ولا لا؟ فانا بقول له اشتري صح. اول شيء من اللوكيشن، انت ما تعرفش حاجه غير اللوكيشن، المكان اللي انت هتشتري فيه. هو ده بدايه الشراء الصح. بعد كده بتشوف الشركه هل هي امينه ولا لا اللي انت هتشتري منها. امينه يعني ايه؟ يعني هتسلمك في ميعادك، هتديك سعر الحاجه دي، شايفه التضخم اللي موجود. تبص تلاقي واحد بيبص في السوق، الاسعار هنا ارخص من هنا، ارخص من هنا، ارخص من هنا. هل الشركات دي امينه في فلوسك؟ هتنفذ اللي هتقول عليه؟ اشتري صح. فاحنا بنرشده نشتري صح ببعض المعايير. ببعض المعايير. يعني ايه اشتري صح؟ يعني احنا بنامن كشركه جولدن تاون، بنامن العميل ازاي؟ يعني حضرتك احنا مثلا بنتعامل مع شركه ام ار بي، دي شركه استشاري اداره مشروعات. صحيح. شركه كبيره، شركه رائده، موجوده من اوائل شركات العاصمه اللي الواحد بيشهد بيها في كل شيء يعني الصراحه. لا ولما يعني مسجلين على فكره كاستشاري اداره تشغيل في العاصمه. نقطه حلوه جدا، لما يبقى استشاري من بدايه قبل تنفيذ المشروع، دي تضمن للعميل ان المشروع هيبقى فيه تشغيل واداره يعني كويسه جدا. ان هو معايا من البدايه وهي ارض، بنيجي نعمل الاستراكشر بتاع المشروع. بيقول هنا هنتحط ايه وهنا هيتحط ايه وهنا هيتحط ايه. الفاسيلتي والامينيتي. الفاسيلتي بتاع الشغل. واحنا بنبقى معاه، والحمد لله احنا ما بنبخلش باي حاجه، لان ده حضرتك ده مش عماره، ده مول وناس حطت فيها فلوس. فبنقول له اشتري صح، ان احنا جايبين لك شركه اداره بتبقى صاينه فلوسك، لان انت ممكن حضرتك بين مول ومول يفرق 50 و60 مليون جنيه فرق تشطيبات بس. فاهماني؟ فاشتري صح مع شركه امينه. كمان شركه جولدن تاون بتشيل ليها حصه 30% بتبقى معانا لغايه الاخر، يعني ما بتاعتنا احنا. وده بيثبت للعميل، دي بتاجروها. ده بيثبت للعميل ان الشركه مكمله معاك للاخر في جوده المنتج بتاعها. ان انتوا هتشغلوها بعد كده. لان اوريدي معانا 30% محافظين عليها بسبب جوده اللوكيشن، وعارفينه بكره هيبقى عامل ازاي. ففي عوامل كتير للشراء الصح. التسليم في ميعاده. هل انت الشركه دي هسلمك في ميعادها ولا لا؟ اشتري صح. صحيح. ففي بنود اشتري صح كتير انا بنصح العميل ليها، ما يبصش لفرق لوكيشن من لوكيشن. ممكن يعني حضرتك ممكن مستثمر يحط فلوسه في مكان، نفس الوقت في مكان تاني، ده فلوسه ضعف 3-4 مرات، وده مش عارف يبيع. فاهمين قصدي؟ فرق ان واحد اختار صح. ولكن انا ممكن يبقى ليا وجهه نظر مختلفه مع حضرتك شويه. يعني النهارده العاصمه الاداريه الجديده هي مشروع ضخم وكبير، فيعني يمكن كل مكان فيها دلوقتي برايم لوكيشن. طبعا. طبعا، بس في لوكيشن عن لوكيشن برضه. صحيح. اللي هيفرق فعلا في الفتره اللي هي زي ما قلت لحضرتك، الفتره الاهم، ان النهارده ده الداون تاون بتاع المدينه الجديده. صحيح. سنتر. بس زي ما حضرتك ذكرتي ان كلها اماكن مميزه، وهيبقى في كم من المولات. اللي هيفرق ايه بقى؟ زي ما قلنا المرحله اللي بعد كده، خدمه ما بعد البيع. صحيح. هل هو ده اللي بيفكر فيه المطور زي جولدن تاون؟ حضرتك شايف شعار اشتري صح برضه ليه معايير اخرى من الاداره لأن كمان؟ لان المنافسه هتبقى في المرحله الاستثماريه في التشغيل بس. المولات كتير والمراكز التجاريه كتير. اللي بيفرق هل انا بكسب من الوحده بتاعتي جوه المول التجاري ولا لا؟ بكسب دي تحتيها حاجات كتير جدا. تحتيها مش بس زي ما احنا بنقول هسكن العلامه التجاريه، لا، انا ازاي العلامه التجاريه دي هتبقى شغاله لاطول فتره ممكنه. لو الار او اي بتاعي ما فيهوش بينه وبين المنيو بتاعت العلامه التجاريه توازن، او المنتج هيمشي. عشان يحصل هنا لازم استشاري اداره وتشغيل، مش شركه اداره وتشغيل بس. شركه الاداره والتشغيل هي بتدير الخدمات للمول، لكن مش بتحط استراتيجيه لاداره المول، وبتعمل ماركت اناليسز او تحليل سوقي
كل فترة عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. صحيح. فاللي هيفرق ما بين مطور والتاني هو المرحلة اللي جاية، وما بين مول والتاني هو الاوبشن اللي نازله، فاسيليتي وامينيتي واداره. صحيح. وتشغيل راجع الاستراتيجيه وتوظيف الوديعه بتاعتنا لاحسن صوره والحفاظ عليها. صحيح. بمعنى بسيط وده يخوف، ممكن المستثمر، وده حصل على مدار 20 سنه قبل كده، الناس اللي استثمرت في المولات التجاريه يدفع فروق الصيانه حق الوحده مره واتنين من غير ما يحس. ده راجع عشان الوديعه مش عامل لها سيستم في الانفاقات بتاعتها، ولكن ده راجع مش موجود عندكم. وده راجع يا فندم من ايه؟ من التضخم. والتضخم ده لازم له يعني مباني مستدامه من اول التصميم عشان نقدر نحافظ على مرحله الاداره والتشغيل. حضرتك معانا النهارده، الناس كلها عايز تعرف تفاصيل المشروعات، يعني احنا عندنا ثلاث مشروعات، خلينا نبدا بالمشروع الاول وحضرتك تدينا نبذه عنه بالتفصيل، هيكون عباره عن ايه، تشرح لنا شكل الديزاين، المساحات اللي موجوده فيه، يعني كل الناس متشوقه انها تعرف تفاصيل اكتر. بالنسبه لمشروع زفورت، هو المشروع الاولاني ده قدام مسجد مصر مباشره، احنا ما فيش فيه فاضل حاجه غير ال 30% بتوعنا. فاحنا ما مش خلاص سولد اوت. ده اتباع بالكامل. اتباع بالكامل، 30% بتاعتنا بس هي اللي موجوده. عشان اللوكيشن برضك موجود واحنا عارفين يعني. في كاسكاده برضك نفس الموضوع. في دينيرو فاضل فيه المشروع الثالث دينيرو، في حوالي من 15 ل 20% لسه. وفي المشروع الرابع بقى اللي احنا ان شاء الله هنفتح اللونش بتاعه يوم 14/5، وده فيه مفاجآت كبيرة إن شاء الله في اللوكيشن بتاعه والعروض بتاعته. عايزين نسمع يعني حاجات حصري يا فندم. احنا بنقول إن المشروع الرابع مكانه جنب دينيرو، للناس اللي مش عارفة أنا بعلن النهاردة. لأن المكان ده مميز جدا في الداون تاون، في الداون تاون جنب دينيرو. إن شاء الله بنبدأ بأسعار افتتاحية منافسة للسوق باسم شركة جولدن تاون. وان شاء الله الناس تبقى مبسوطه معانا، واحنا عملائنا معانا في يعني الحمد لله في ثقه بيننا وبينهم. حلو قوي ما شاء الله. اكيد طبعا حضرتك بتحافظ على علاقتك بالعميل، فموجود معاك في المشروع الاول والثاني وبيبقى حابب ان هو يستثمر معاك بشكل كبير. الحمد لله احنا بالنسبه لان احنا بقالنا 3 سنين في العاصمه الاداريه وفي الداون تاون بالاخص، احنا 7 قطعة أرض بناخدها في 3 سنين. فالحمد لله احنا ثابتين نفسنا، والحمد لله العميل معاه متابعه شبه اسبوعيه، بيتصل بيبقى معانا على في تواصل دائم. في تواصل الحمد لله، وبنحاول نسبق يعني على قد الظروف اللي موجوده والتضخم اللي موجود، ملتزمين قوي ان احنا ان شاء الله نسلم الناس في ميعادها، عشان كده بنقول له اشتري صح. حضرتك قلت لي ان عندك عملاء من 22 دوله، انا ما نسيتهاش. ازاي اشتغلتوا على ده؟ يمكن احنا على طول بنتكلم على تصدير العقار وان احنا محتاجين فعلا نعمل كده الفتره اللي جايه كتير قوي، وان احنا نصدر العقار. ازاي اشتغلتوا على 22 دوله النهارده ان هم بيجوا يشتروا في جولدن تاون؟ احنا مستهدفين ان شاء الله يكون في المرحله القادمه 50 دوله. 50 دوله ان شاء الله. ما شاء الله. لازم يبقى عندك الطموح اللي توصل لك. يا ريت طبعا. فالحمد لله الناس دي اما بتيجي تشتري مش بتشتري وخلاص، الناس دي بتعمل سيرش على الشركه، بناء على كده بتيجي وبيجيبوا الناس بتاعتهم وبيجي يشوف الشغل بتاعنا وبيشوف العروض بتاعتنا، والحمد لله. الحمد لله. المباني كمان عشان بتبقى جاهزه لتصدير العقار هي متحقق فيها كل الشروط اللي حققتها شركه جولدن تاون، من اول شهادات المباني الخضراء، احنا شغالين على شهادتين ان شاء الله. وكمان الايزو في حته السلامه والامان والفاسيليتي مانجمنت. كمان بالنسبة للمشروع الرابع هيبقى فيه مفاجآت كبيرة جدا. أنا حابة حضرتك تشرح لنا تفاصيل أكتر عن المشروع الرابع، مشروع جديد. المشروع الرابع هيبقى فيه مفاجآت تخص شركة داون في الفترة، جولدن تاون في الفترة الأخيرة اشتغلت على حتة المشاكل اللي موجودة في السوق اللي تخص المستثمر، وهنا زي ما قلنا هي بتفكر في المستثمر. فهيبقى عنده بيبقى عنده مشكله في الوديعه، في مفاجاه في الوديعه. هيبقى عنده مشكله في ترخيص النشاط، هيبقى فيه مفاجاه في حته ترخيص النشاط التجاري بالذات. كل الحاجات دي حضراتكم اللي هتجهزوها، اللي هنقوم بيها كشركه اداره من مفوضين من شركه جولدن تاون. هيبقى عندنا مشكله كمان كبيره جدا في حته اداره النشاط، ودي هيبقى عندنا شويه مفاجات فيها كمان خاصه.
هيبقى الشقق كمان الفندقيه احنا حاليا بنتفاوض كام ار بي لشراكه مع شركه قطريه لاداره الشقق الفندقيه. عندنا كمان المساحات الكووركينج سبيس او رواد الاعمال، عندنا شركه هتقوم باداره، شركه داخل ام ار بي هتقوم باداره الجزء بتاع استثمار رواد الاعمال. فاحنا داخلين على مفاجآت كبيره جدا في المشروع الرابع وحل مشاكل تخص المستثمر، لان من اكبر المشاكل الموجوده في السوق او في السوق الريتيل بشكل خاص ان حضرتك ممكن تستلم المحل وتقعدي مش عارفه ترخصيه او ترخصي النشاط او مش عارفه تشطبيه. كل ده شركه الاداره هتساعد في الجزء الكبير، لان ده اللي موجود في كل القطاعات الاستثماريه مع كل المطورين، سواء مطورين ميجا او ميديوم سايز او حتى سمول. انتوا درستوا كل المشاكل اللي بتقابل العملاء دي من خلال طبعا توصيات شركه جولدن تاون، ايه المشاكل في السوق اللي بتخص المستثمرين، وايه دلوقتي اللي استلموا في العاصمه الاداريه مش عارفين يشغلوا بسبب ايه. فبنلاقي من اكبر المشاكل اللي موجوده ان حضرتك مش عارف تربط التصميم بتاعك على المول بشكل سليم، ودي حته الفيت اوت ديزاين دي مهمه جدا، فلازم شركه الاداره من خلال القطاع الهندسي تدخل عشان تسكن بسرعه ويبقى حضرتك بيحصل لك استثمار بشكل اسرع. وده بيبدا من تاسيس المشروع، مش ان انا بعد ما اطلع من بدايه تاسيس المشروع مش عشان نحسب الحاجات دي طبعا، والمانيوال بتاعنا يبقى مش ازاي. لا حضرتك يعني قلت لنا معلومه مهمه جدا، ان من بدايه المشروع احنا بنتلاشى عوائق طبعا كتير قوي ممكن تقابلنا الفتره الجايه. بس هي دي اهم نقط، ما بعد البيع، ما بعد الاستلام، ما بعد الاستلام. طيب باشمهندس رأفت، يعني حضرتك قلت لنا ان في مفاجآت كتير جدا الفتره اللي جايه في لانش المشروع الجديد في العاصمه الاداريه الجديده، بس احنا برضو من خلال التعمير حابين حضرتك يعني تشجع العملاء وتقول لهم اوفرز اكتر من خلال البرنامج. ان شاء الله اللي هيجي من خلال البرنامج هنديله يعني خصم 10% ان شاء الله. باشمهندس رأفت بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نتابع مع حضرتك المشروع الجديد واللانش الجديد قريب قوي. شكرا جزيلا. بشكرك يا باشمهندس شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. تشرفت بيك، تشرفت بيك. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره تانية، خليكم معانا.